الإقبال على الفضاءات الخضراء وعلى شوارع مراكش الفسيحة من العادات التي ترسخت لدى ساكنة مراكش خاصة في فصل الصيف. تناول بعض المرطبات وجبة العشاء في الساحات العمومية من المناظر المألوفة كما هو الشأن بالنسبة لهذه الأسرة التي اختارت أن تحتفي بضيوفها في الهواء الطلق وبطبق الطنجية المشهور بمدينة النخيل. الناس عندنا ضيافين خاصهم بغا يدوقوا الطنجية المراكشية مادام حنا في مراكش، إلا خاصة نديروا وجبة مراكشية. كتكون افضل، كتكون زوينه وكتكون ماشي بحال وليدات كيكونوا فرحانين وعجبهم الحال. حنا جينا هنا ضياف لمراكش وفرحوا بنا هاد الناس وجابونا لهاد المنتزه باش نتنفسوا واحد شويه كيكون الجو سخون بنهار، كنجيبو هنا الدراري في الليل. عجبتني هاد الخريجه في الطبيعه وطنجية شحال بنينه بزاف. هنا باش كنجيو للطبيعه كنمشيو نلعبوا شويه واخا سخون. شرائح عمرية مختلفة تلتقي هنا بهذه الفضاءات، فبينما يتبادل الكبار أطراف الحديث يتسلى الأطفال باللعب وبامتطاء صهوات الأحصنة الصغيرة التي تؤتت المكان. جينا من الرباط، جينا للسياحة هنايا وعجبنا الجو، عجبنا مراكش بزاف حنت في الحقيقة ما يتشاف، والجو واخا سخون جو زوين. من كل شيء الحمد لله كل شيء مزيان، ما كانش داك الشيء زعما ديال الناس مزيانين والجو الجو عائلي و كاع بحال هاد الشارع هذا بحال بزاف ديال البلايص كيكونوا عامرين حتى لجوج ديال ثلاثة. كاين اللي عنده الدار سخونة وما تيقدش يقعد فيها في هاد الوقيتة في العشية هكا، وتيخرج بنادم هنا وتيتفجج شوية وتيشوف العائلة ديالو والأصدقاء، ولا جاب شي قهوة ولا عشاء ولا طنجية كل مرة واش تيدير بنادم. إلى ساعات متأخرة من الليل يتواصل السمر بمثل هذه الفضاءات بالمدينة الحمراء. المياه المتدفقة من النافورات والهواء الرطب ينسي المراكشيين ولو لساعات ارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها هذا الفصل.